يستخدم البيست سايد. بدل ما يستخدم البيست سايد والكيماويات اللي ممكن تلوث البيئه، ده هو اصلا بيتغذى على الحشرات، والحشرات دي جزء من الافات الزراعيه. فهو كده بيساعد كمان ان ما يبقاش في افات زراعيه. في جزء تاني من الخرفيش بيتغذى على الفواكه، وبيتغذى على احسن فاكهه موجوده على ما بياكلش فاكهه بايظه، احسن فاكهه موجوده على الشجره اللي بيتغذى عليها. ده مكان مؤذي كده. بس هو لما ياكل الفاكهه برضه نفس الفكره بتاعت الفيل، هينقل البذره لمكان تاني بعيد، وخاصه الخفاش ممكن يبعد اميال بعيده جدا ويلعب ردوه، فالبذره دي هتنزل في مكان تاني فهيطلع النبات. بل ان اكتر من كده، ان حتى وجود المرض نفسه مفيد. يعني احنا لو قلنا كده هنعمل كده ايه للعالم كله، ايه رايكم عندنا زرار هندوس عليه ما يبقاش فيه ولا اي مرض موجود دلوقتي، هنعيش في بيئه صحيه تماما، مفيش حد هيتعب يا جماعه، مفيش حد هيعاني، ايه رايكم ندوس على الزرار دلوقتي ولا ما ندوسش؟ رايح حاجه ايه؟ اكيد ندوس؟ دي تبقى كارثه لو دوسنا على الزرار وشلنا كل الامراض من اللي ده. ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا بتوازن، الكائنات لازم تمرض وتموت. الكائن لو مش مريض يبقى معنى كده لو في سلاله ضعيفه، السلاله دي هيبقى عندها قدره على البقاء لان مفيش مرض يقضي عليها. ولو السلاله الضعيفه دي تزوجت هتجيب سلاله اضعف منها، والاضعف يجيب اضعف فاضعف لغايه لما يجي يلعب قيمه، وبعد كده تنقرض السلاله. فلما المرض يجي وينهي هذا الحيوان الضعيف، يبقى احنا ضمننا ان الحيوان القوي هو اللي هيتكاثر، ومعنى كده هو اللي هيساعد على ان الاجيال اللي جايه بعد كده تكون قويه زيه. تاني حاجه، المرض ده سبحان ربنا سبحانه وتعالى ما خليه خير للانسان. ليه؟ ما هو لو ما فيش مرض موجود مش هيكون في كليات عشان تعالج الناس التعبانه دي، مش هيكون في معمل شغال علشان يلاقي فاكسين او تحصين او دواء لهذا المرض، مش هيكون في المهندس اللي هيبني المستشفى، مش هيكون في الطبيب اللي هيعالج في المستشفى، فاحنا الحياه كلها مش هيكون في الدكتور اللي قاعد عمال يتكلم عشان نلاقي علاج للمرض ده. هو خير سبحانه وتعالى حوالين المرض ده نفسه. هو الفكره اللي حضرتك شرحتها ببساطه شديده، اللي احنا ممكن ما نكونش متخصصين فما عندناش الابعاد دي كلها، اللي هو انا ممكن ما اسرحش بخيالي قوي افهم هو الاسد ده في وجوده ايه. يعني انا اجي اقول مخلوق ربنا سبحانه وتعالى خلقه، بس مش هبعد بخيالي قوي زي ما حضرتك قلت، او الفيل ده مخلوق مخلوق، بس برضه مش هبعد بخيالي قوي للمنطقه دي. ففكره اللي حضرتك قلتها بشكل بسيط ان ده توازن بيئي بشكل معين ربنا سبحانه وتعالى، دي يعني زي سنه في كون الله سبحانه وتعالى للحفاظ على الحياه بشكل او باخر. صحيح. وكله في النهايه نقدر نقول الحفاظ على الحياه والحفاظ على المخلوق الاسمى اللي هو الانسان. بالظبط كده. لو انتقلنا لجزئيه اللي هي فكره اليوم العالمي او لاول مره الاحتفال بالحياه البريه، يعني برضه عايزين نعرف تفاصيل. هو بس في البدايه انا عايز اقول ان احنا جامعه قناه السويس هي منظومه واحده، يعني ما نقدرش نفصل الكليه عن الجامعه. فهو تحت رعايه الاستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعه، والاستاذ الدكتور احمد زكي وكيل الكليه وكيل الجامعه نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه، والدكتوره داليا منصور عميد كليه الطب البيطري، والاستاذ الدكتور محمد الشبراوي وكيل الكليه لشؤون البيئه وخدمه المجتمع وقسم الحياه البريه. احنا قلنا عايزين نحتفل باليوم العالمي للحياه البريه. اليوم العالمي للحياه البريه ده تم يعني انشاؤه سنة 2013 من منظمة الأمم المتحدة لما وافقت على اعتماد اتفاقية السايتس. اتفاقية السايتس دي اتفاقية دولية بتنظم تجارة الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض عشان نحافظ على التنوع الحيوي الموجود جوه الدول، وعشان ما يبقاش فيه اتجار غير مشروع في الحيوانات البرية. وفي نفس اليوم اللي اعتمدت فيه الاتفاقية دي قالوا احنا هنحتفل بيوم الحياة البرية العالمي تقديرا لجهود الدول، وفي نفس الوقت عشان نحس الناس انها تحافظ على الحياة البرية. علشان نقوم بتنظيم اليوم ده، واليوم ده اول مره يتم عمله يعني في كليه الطب البيطري، واول مره على مستوى جامعه قناه السويس، واول مره على مستوى محافظه الاسماعيليه يتم الاحتفال باليوم ده، كنا لازم نمشي في مجموعه من الخطوات. اول حاجه لازم نقدم في الموقع الدولي للسايتس المهتم بالاحتفاليه اليوم، اللي احنا عايزين نقوم بالاحتفال بهذا اليوم عشان ناخد موافقه رسميه منهم بكده، لان اي حد ممكن يحتفل بيوم الحياه البريه، هي حاجه بابليك اي حد، بس مين الجهه المعتمده تقول ان انت فعلا مثلتنا ان انت تحتفل بهذا اليوم؟ دخلوا بصيغه رسميه. بالظبط كده. فالاحتفال احنا مش بنمثل بيه كليه الطب البيطري جامعه قناه السويس، ولا بنمثل بيه جامعه قناه السويس، احنا بنمثل بيه جمهوريه مصر العربيه. احنا اتحطينا على الخريطه الدوليه واللوكيشن بتاع مصر، يا جماعه مصر هتحتفل في المكان ده، اي حد عايز يحضر الاحتفال يبقى يتوجه للمكان ده عشان يحضر الاحتفال. طيب الاحتفال كان تحدي كبير جدا بالنسبه لنا. احنا
احنا جامعه يعني احنا دراسات بحثيه وعلميه واكاديميه، هل احنا هنحتفل باليوم ده على هيئه محاضرات ونشوف بيبرز منشوره ودراسات علميه منشوره وكده بس؟ لا، احنا لازم نمثل معانا الجهات الرسميه والجهات الغير رسميه اللي هي منظمات المجتمع المدني. فقلنا لازم نجمع ناس كتير جدا مهتمه بالحياه البريه في مصر. فكان معانا في الاحتفال مدير المحميات الطبيعيه الدكتور حسين رشاد مدير محميه اشتون الجميل، الاستاذ هاني نجار مدير محميه الزرعانيق، كان معانا ممثلين من وزاره البيئه زي الدكتور لؤي زونج مدير اداره الامان الحيوي في وزاره البيئه، كان معانا الاتحاد العربي لحمايه الحياه البريه والبحريه بمجلس الوحده العربيه جامعه الدول العربيه، وكان ممثل ليه الامين العام للاتحاد الاستاذ الدكتور جمال جمعه مدني. كان معانا ده كده جهات رسميه. طب الجهات الغير رسميه بقى، احنا كان معانا مصور الحياه البريه، الجمعيه المصريه لمصوري الحياه البريه، كان معانا المستشار محمد هاني هو مدير الجمعيه، ومعانا الاستاذ احمد ششتاوي نائب مدير جمعيه مصوري الحياه البريه في مصر، كان معانا المبادره المصريه للحفاظ على الحياه البريه الاستاذ محمد عمرو. وكان معانا من ضمن الاحتفاليه دي بس للكبار بس، لا كمان لازم نشارك معاها الاطفال. احنا كمان كنا داعيين المدارس في الاسماعيليه انها تزور تحضر معانا جزء من الاحتفاليه وتزور متحف الحياه البريه اللي موجود بكليه الطب البيطري، وده متحف متميز جدا انا بدعي كل الناس حتى اي حد عادي ممكن يجي عندنا ويتفرج على متحف الحياه البريه، وخاصه المدارس بتيجي وبنعمل لها زي حلقات تعليميه وتوعويه صغيره كده فكانوا بيتفرجوا على المتحف. احنا جمعنا كل المجموعه ديت في مكان واحد، وده كان التحدي الكبير للقسم، وانا احب اوجه بس الشكر للقسم قسم الحياه البريه والحضاره الحيوان الاستاذ الدكتور جمال جمعه مدني والاستاذه الدكتوره ايناس محمد سعد والدكتور نوره احمد توفيق والدكتوره هندام، لان هو ده فريق العمل الحقيقي اللي الواحد كان مسنود عليه عشان يقدر يقوم بالاحتفاليه الكبيره دي. جمعنا كل الناس ديت في مكان